وللحديث أكثر عن دعوات التظاهر يوم 25 الجاري والتي يسبقها قمع لكل التظاهرات والاعتصامات للساحات التي تشهد حراك رافض للعملية السياسية وشركائها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من بغداد. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا. أصدرتم في اللجنة المنظمة لثورة تشرين بيانا تدعون فيه للتظاهر يوم 25 من الشهر الجاري، اليوم أصدرتم بيانا آخر تستنكرون فيه ما يسمى بخيمة الحياد. من الذي دعا إلى هذه الخيمة وما الهدف من إقامتها؟ نعم طبعا احنا لما نصدر بيان أهم شيء عندنا بالبيان أنه نريد أن نخلي الحقيقة توصل والمعلومة توصل بشكل واضح ودقيق إلى الشعب العراقي بأكمله. طبعا نعم. خيمة الحياة هذه خيمة دعا لبنائها وتشييد هذول اللي هم اللي كانوا يسمون سابقا بالقبعات الزرق، اللي هم أبناء عصابات المجرم مقتدى الصدر اللي حاليا يحتلون المطعم التركي. فدعوا إلى بناء خيمة حياة ما بين الثوار المتظاهرين وما بين الحكومة. طبعا احنا عندنا معلومات من مجساتنا انه هذه الزمره الضاله، زمره المجرم، اصابه المجرم مقتدى الصدر، تروم لعب دور خبيث جدا بمحاولات يائسه لمنع عبور الثوار جسر الجمهوريه للوصول الى المنطقه الخضراء. طبعا بالمناسبه بنايه المطعم التركي التي هي تحت الاحتلال الصدري، تحت الاحتلال الكامل طبعا. اليوم هذه البناية أصبحت عبارة عن مشجب للأسلحة، مختلف الأسلحة، الأسلحة البيضاء والأسلحة من السلاح الرشاشات والمسدسات وحتى كواتم الصوت، وحتى محضرين عبوات المولوتوف لإلقاها على الثوار. لذلك احنا حذرنا من موضوع اللي سمي بخيمة الحياد وأردنا أن نفضح الأمر ونبين الموضوع إلى الشعب العراقي. نعم، يعني أنا أريد أن أبقى في الحقيقة في موضوع هذه الخيمة. يعني لماذا يلجؤون إلى هذا النوع من المشاركة السلبية؟ يعني هي مشاركة أكثر من سلبية كما يقول المراقبون. يعني لا هم يشاركون مع المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق مشروعة من الحكومة بشهادة كل المؤسسات المراقبة، ولا هم أيضا يقفون ضد هذه المطالبات وضد هذه التظاهرات، إنما يقولون نحن على الحياد بين الحكومة وبين الشعب. ما هذه الفلسفة؟ طبعا بالتأكيد هم يقفون ضد المظاهرات بالأساس. موضوع الحياد هذا عبارة عن لدار الرماد في العيون، هذه كلمات يائسة طبعا يحاولون أن يرممون بها سمعتهم البائسة. هم من البداية كانوا ضد المظاهرات، كانوا هم حصان طرواد المظاهرات، التيار الصدري طبعا عمل يعني بشكل دؤوب الى وقت كل ثورات من العام 2011 و2015 ويعني لغايه العام 2020. اليوم التيار الصدري هو طبعا جزء من المنظومه السياسيه الفاسده اللي احنا صرنا ضدها. التيار الصدري هذا الشخص اللي يقوده حاليا اللي هو مقتدى الصدر، هذا اول زعيم ميليشياوي واول شخص اسس لجيش طائفي، أول شخص قتل عشرات الألوف بل يصل العدد إلى مئات الألوف من العراقيين. هذا الإنسان مشارك بكل العمليات بكل الحكومات في العملية السياسية المتعاقبة من 2003 لحد الآن. هو جزء من المنظومة الفاسدة القذرة النتنة المجرمة التي حكمت العراق بعد 2003، وبالتالي هو من ضمن الأشخاص الذي ثارت عليهم ثائرة ثوار تشرين. طيب صحيفة إنديبندنت تقول في تقريرها أن التظاهرات المتوقعة ستتوسع في مختلف المناطق العراقية، إلى أي مدى تتوقعون استجابة أكبر من المحتجين والرافضين للعملية السياسية في الدعوات التي تطلقونها؟ الاستجابة موجودة والاستجابة قوية جدا وعلى مستوى كبير جدا. الاستجابة ليست في بغداد والفرات الأوسط والجنوب، ولكن حتى فوق بغداد عندك في المحافظات الأخرى بما يسمى الغربية، بما يسمى بمحافظة ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، استجابات قوية جدا. بل وليست استجابات، بل يعني على مدى الفترة المنصرمة يمكن الثلاثة أشهر الأربعة أشهر الأخيرة صرنا احنا كلجنة منظمة نتعرض إلى الكثير من المساءلات من قبل الشعب، من قبل أخواننا وزملائنا وزميلاتنا، أنه متى يوم الخلاص؟ متى يوم الخلاص؟ وكأن الشعب صار هو اللي حتنا، حتى أنه نصدر بيان، حتى انه نعمل نوحد الجهود لنحشد ليوم الخلاص الموعود اللي هو احنا ان شاء الله بنتامل انه يكون يوم 25
فلذلك اليوم الجاهزية ممتازة جدا، وحتى تنسيقيات خارج العراق، يعني تنسيقيات خارج العراق راح تعمل بشكل دؤوب على أنه يكون يوم 25 راح تخرج هذه التنسيقيات الظاهر بالقرب من البعثات العراقية في تلك الدول. يعني في الحقيقة هي طيلة السنة الماضية اكتسبت التظاهرات والثورة زخما كبيرا على الرغم حتى من جائحة كورونا وغيرها من المشكلات التي ظهرت، لكن اليوم على سبيل المثال كنا نشهد فض اعتصام للخريجين واعتقال 4 منهم أمام بوابة المنطقة الخضراء. هذه الاعتصامات المتكررة وهي واحدة من عشرات الاعتصامات على مختلف محافظات البلاد تقمع وتفض بالقوة. في المقابل أنا أريد أن أستمع إلى رأيكم أو رؤيتكم للتعامل مع هذه الطريقة الحكومية في التعامل مع المعتصمين. طبعا هي الحكومة، هي الحكومة حكومة قمعية، حكومة ميليشياوية، حكومة أحزاب سلطوية تحكمنا وتمتلك الميليشيات المسلحة وتمتلك المال الحرام وتمتلك آلة القتل وتمتلك الروح الإجرامية للقتل. فلذلك احنا ندعو كل اخواننا وكل اخواتنا ممن لديهم مطالب لا يتظاهرون حتى الحكومة تسميهم بالمتظاهرين المطلبيين. طبعا هذا اسم جديد يعني روجت له الحكومة وأبواق الحكومة أنه في متظاهرين مطلبين اللي هم أخواننا اللي يريدون يتعينون أو اللي يريدون إلى آخره من هالمطالب. احنا ندعوهم إلى عدم تصغير ثورتنا وتحجيمها واختزالها بمطلب تعيين. خلوا إيدكم بإيدنا، سواء كانت طبقة الموظفين أو طبقة المتقاعدين أو طبقة الشباب الخريجين اللي يريدون التعيين، خلوا إيدكم بإيدنا، وحدوا جهودكم ويانا وخلينا نظافر سوية للخلاص من هذه البؤرة الفاسدة يوم 25 تشرين الأول، وبعدها سنعيد بناء العراق من جديد وستكون فرص العمل متوفرة لكل العراقيين، وراح ندعو حتى اللي خارج العراق إلى العودة إلى العراق والمساهمة في بناء العراق الجديد. فهذا كلامنا نوجهه لهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.